وعالم معاش في امريكا ومعاه الجنسيه الامريكيه. تمام. بقول لي ما فيش البروفيسور في اي جامعه امريكيه ما تلاقيش في بيته مكتبه. سبحان المكتبه في الجامعه والمكتبه في مكتبه في الجامعه، انتمائه وشغله وعمله وابداعه في مكتبته، يروح البيت البيت بيت. احنا عندنا الوضع مختلف تماما كلنا. الآلية العمل بالزبط. في البيت هي كل حاجة، أنت قاعد المكتب والبتاع والشغل طول الليل والنهار، عدم يعني النظام نفسه. هو ده معلش يا دكتور في وجهة نظري راجع لأن معظم المدارس في أيامنا دي مستواها ضعف، فبالتالي أصبح العبء على الأب والأم في البيت، هم اللي بيذاكروا أولادهم، لو ما ذاكروش مستواهم هيبقى أضعف. والله دي نقطة مهمة أنت أشرت ليها، مهمة متفق معايا فيها دكتور. مدارس التعليم العام تحتاج إلى مراجعة، بعض المدارس الخاصة أحيانا عندها مصداقية في التعاطي مع الناس. استأذنك بس نكمل الحديث في الموضوع ده، بس معانا اتصال. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت دكتور، أنا عندي بنت عندها 3 سنين ونص وأخوها التاني عنده 1.5 سنة. هي مش عايزه اقول لك هي مجنناني. 3 سنين ونص؟ اه سنه ونص. هو الثاني سنه ونص؟ سنه ونص. مين اللي مجننك بقى فيهم؟ هو الصغير بعياطه فظيع. عياطه فظيع. والكبيره بقى يعني بتغير منه بطريقه غريبه جدا. صلطوا على بعض. وهناديه جدا جدا جدا. ودايما عارفه الحاجه الصح وتعمل الغلط. ودايما بقى يعني عاوزه يعني بنرفزاني ومضايقاني على طول. ما تسمعش كده الكلام يعني فين وفين. لما تسمع كلامي يعني. وعاوزه دايما مع يعني اجيب لها لعب كتيره وكده، بس مش بحسش ان هي فرحانه بيها. يعني مش مستمتعه بيها، عروسه تستمتع بيها كده. يعني مش عارفه والله العظيم انا غلطت فيها قوي يعني. من باب التحصيل وخلاص هي بتحط الحاجات، انما مش يعني حاسه في عينيها بالفرح. عاوزه تشتري، لكن انها تفرح كطفله باللعب زي ما انا بشوف كده بره. لا ما عندهاش الحته دي. هل اللعب كتيره قوي عندها؟ يعني والله اللي بتطلبه بجيبه لها. انا بحب ان انا اجيب لها وبفرح ان انا اجيب لها كل حاجه. لكن هي يعني ما بتفرح، مش ما بحبش، ما احسش ان هي بتفرح بالحاجه كده بتاعتها، ممكن تكسرها في يوم وليله. علاقتك ايه باللي هو بسنه ونص اللي بعديها ده؟ بالعكس والله العظيم، ده يعتبر مهملات جدا، وساعات ببيته عند جده عشان هي تنام في حضني وتقعد معايا كده يعني. لكن ما اعرفش هي يعني بتغير منه جدا جدا كذا مره. الدكتور يقول لي حاله نفسيه وبطنها حاله نفسيه وكده، واروح للدكتور فعلا يقول لي دي حاله نفسيه. مش ديدان ولا اي حاجه، دي حاله نفسيه. والله انا عايز اقول لك حاجه، اما تشتري هدايا قولي لها ده اخوك اللي جاب لك الهديه دي. ما هي مش هتصدق. مش هتصدق، هي بقت ذكيه